السلام عليكم الاخوات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير يا ربي. اليوم غنحضر معكم طبق ديال التقليه اللي كيجي رائع البنات او الدواره او الوان شلو حتى يقولوا لها الوان. المهم عندنا التقليه اللي نقيتها وقطعتها بهذا الشكل هكايه، وعندنا المقادير، عندي العطريه. العطريه البنات هنا غادي نحتاجو لهنا التحميره، وغنحتاجو الكمون البنات، وهنا غنحتاج الكركم او الحرقوم، وهنايا كاضافه غنحتاج القزبر اليابس. القزبر اليابس البنات اللي كيجي رائع في هذا الطبق، اللي كيعطي واحد الهشاشه للتقليه. وعندي هنا ضامة ديال البنة، اختياري البنات تضيفوها ولا ما تضيفوهاش. هنا عندي كاس صغير مخلط ما بين الزيت البلدية والزيت النباتية، انا كندير بزاف الزيت البلدية على النباتية. وهنا عندي واحد معلقة ديال مطيشات الحك صافي. وهنا عندي حامضة، هنا الحامض مصير البنات، راني درته معكم في القناة، دخلوا لي تشوفوا ما شاء الله كيفاش كيجي. وهنا عندي مطيشه تقدروا ديروها قطع تقطعوها ولا تحكوها في الحكاكه، وتما الملح صافي البنات. وعندي هنايا ما ربطه ما بين القزبر والمعدنوس والثومه، وعندي جوج قطع ديال هذا، جوج بصلات يكونوا بهذا الشكل حيت التقليه كتبغي البصله البنات. ما شاء الله الطريقه باش كنديرها انا كتجي معتبره. هنا صافي غادي نقطع ان شاء الله القزبر والمعدنوس، نقطعهم مزيان قطع صغار. هنا البنات ما شاء الله التقليه كتجي لذيذه، وهنايا السر ديالها باش تجيكم بنينه خصكم تخلوها تشحر مزيان، حيت كديروا هاد المواد كلشي اللي غادي نحط فيها خصكم تخلوها تشحر مزيان مزيان. يعني من بعد كنضيفوا لها داك الماء وداكشي باش تجي لذيذه، اما الا سديتوا عليها وما شحرتوهاش راه ما كتجيش لذيذه. بهذه الطريقه اللي كندير انا كتجي رائعه، كنتمنى تعجبكم. صافي انا غنبقى مستمره على التقطاع ديال القزبر والمعدنوس. وهنا شوفوا البنات راه ما شاء الله هذا الحامض، راه دخلوا القناه تشوفوه، راه تيجلس عام ما تيبقى عليه حتى شي حاجه، تيبقى باش ما بطا كيبقى كيتعسل كيجي لذيذ لذيذ ما شاء الله، احسن من داك اللي كيتباع برا. كنشكركم بزاف على دعم القناه. وهنا غادي نقطعوا البصله، انا هذه البصله البنات كتكون بنينه ولكن ما تنحملها، ما كتعجبنيش تيكون فيها العظم اكثر من البصله، ولكن ما شاء الله كتجي لذيذه في الماكله، كتكون احسن من ديك الاخرى، لكن تيكون فيها داك سميتو الزبل، داك الزبل ديالها اكثر من سميتو من البصله، لكن ما شاء الله كتجي لذيذه في الاكل اللي درناها. صافي غادي نبقى ان شاء الله مستمر على هاد التقطاع حتى نكمل البصله ديالي. صافي غناخذ الكوكوط ديالنا وغنديروا فيها هنا التقليه اللي البنات راني غاسلها ومصايبها مقطراها. صافي من بعد ان شاء الله غادي نضيف ليها البصله، ونضيف هذا القزبر مع النص. ونضيف التوابل. صدقوني البنات نضيفوا ليها هذاك المكون اللي قلت لكم ديال القزبر اليابس، وردوا عليه كيفاش غادي تجيكم. صافي هنا نكب الزيت البلدية مع الزيت
النباتيه تقدروا تكتفوا غير بواحد الزيت، لكن كتجي طعم رائع الا خلطناهم. وهنا غادي نضيفوا التوابل. هنا البنات الكمونه ضروريه في التقليه، كدعتيها للدايه والقزبور يابس. صافي غادي نضيف العطريه كلها، هنا تنقولوا العطريه على حسب عينك ميزانك. تقريبا انا ضفت تما معلقه صغيره مملوئين كبار. وهنا الضامه ديال البنه اللي غنشدها ونفرتتها بحال هكايا. وضروري حنايا شي حاجه ما تشيت، خصو هذيك الحاله فيها خص السوسيديه كاملين وهنا الملح البنات كيكون الكاس فيه شي حاجه خصني نسوسو مزيان باش ما يبقى حتى شي حاجه فيه. واللي بحالي تقولها لي في الكومونتير. كنشكركم بزاف البنات على دعم القناه، بزاف كنشكر الناس تاع برا وخارج المغرب وداخل المغرب، كلكم كنشكركم بزاف على دعم القناه. صافي هنا البنات حيت درنا المكونات كلشي، غادي ندير هنا الثومه. تقدروا البنات تحكوها في الحكاكه، تقدروا تقطعوها قطع صغار وتضيفوها. وهنايا الحامض المصير البنات، غادي نشد قطعه صغيره غادي نقطعها غير نص تاع هذاك الطريف الصغير اللي غادي اللي شديت وقطعته. شوفوا ما شاء الله كيفاش كيجي، تكون باقي معسله. وغادي نضيفها لا سميتو القطعه هي اللي غادي نضيف، غادي نقطعها بالموس وغنضيفها لهاد التقليه كدعتيها للرائعه. راني ضفتها فيه وغادي نشحرها معاهم. صافي هنا نخلطو باش كلشي تخلط لي العطريه تنسجم لي مع التقليه. هادي ان شاء الله نردها على النار. صافي البنات ان شاء الله غادي نردها على النار. هنا عندي هذا اللي غادي نزينها به، هنا مطيشه ومطيشه ديال الحك وهذاك ما غاديش نضيفهم دابا، والزيتون حتى ان شاء الله طيب لي التقليه اللي غادي نزيد لها هذيك مطيشه. صافي هنا البنات غادي نشحرها نعطوها الخاطر البنات تشحر مزيان حتى تشموا الريحه ديال العطريه وديال التقليه اللي ضيفوا لها الماء. صافي البنات غادي نضيف ليها الماء. هنا الماء البنات عندي سخون طايب، يعني طايب اللي غادي نضيف ليها باش دغيا تصفر لي وطيب. غادي ندير واحد الكميه اللي تقريبا تتغطي لي التقليه فاش غادي تطيب ليا. صافي غادي نسد عليها. صافا غنسدو عليها مزيان البنات وغنديرو لها الصفارة ونخليها تطيب ان شاء الله. لي غنضيفو ديك مطيشة ونضيفو هاديك مشاط الحك حتى هي وهداك الزيتون داك الحامض المصير. صافي غادي نخلوها غير طيب داك شوية هكايا تقريبا واحد 15 دقيقة. صافي وغادي نحطوها. صافي هاهي من بعد ما طابت لينا هاهي البنات ما شاء الله كيفاش كتجي، كتجي رائعة وكتجي المرق تاعها تبارك الله اللهم بارك كتجي خاطرة. هنايا البنات انا ضفت لها شوية جلبانة، تقدروا نتوما تضيفوها تقدروا ما تضيفوهاش. صافي وهنايا درت الحامضة ودرت فيها هنايا الحرور اللي بغا ياكلها بالحرور كتجي رائعة بيه. ايوا تبارك الله عليكم. ما تنساوش يا البنات اللايك للفيديو وبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم والاحباب ديالكم. وكنت والى فيديو قادم باذن الله.